وصلنا لمساحتنا الأخيرة ومساحتنا القانونية. كل فترة بيكون عنا موضوع نحكي فيه ونحكي معلومات قانونية مهمة، بنقدم هيك أفكار للناس. اليوم رح نحكي عن الاستئجار. ممكن شخص يستأجر مكان أو محل أو منزل بهدف الاستثمار، وهون ممكن تظهر معه العديد من علامات الاستفهام عن كيفية التعاقد، لأنه المنزل بهدف الاستثمار غير ما يكون المكان أصلاً هو مهيأ كصيغة للتجارة. بنعرف في شيء بيقولوا طابو تجاري، هذا طابو سكني، صحيح. يعني تفاصيل كتير بتدور حول هذا الموضوع. رح نعرف بفقرتنا القانونية الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار. طبعا كل هالمعلومات رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة المحامية رنا ديب. صباح الخير. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك. صباح للناس تسمع عقد إيجار واستئجار بيرتفع ضغطه فوق على ارتفاع الأسعار والمعيشة والأرقام الغريبة اللي عم يطلبوها اليوم. خلينا نحكي بالبداية ما هو عقد الإيجار وعن أطرافه اليوم. تمام. هلا عقد الإيجار بشكل عام بغض النظر إذا هو للتجارة ولا للاستثمار ولا للسكن، عقد الإيجار هو عقد بين طرفين يخضع لإرادة المتعاقدين. في عنا مالك للعقار وفي عنا مستأجر، بيصير في بيناتهم علاقة إرادية، يتفقوا على شروط معينة. عرفوا القانون عقد الإيجار هو عقد بموجبه يقدم المالك شيء معين للمستأجر اللي هو العقار لمدة زمنية محددة أو معينة لقاء أجر معين. هذا كتعريف ثلاث عناصر أساسية، بيقدم له شيء ينتفع فيه لمدة معينة لقاء بدل معين. بنكون نحن هون أمام عقد إيجار. بحطوا بقى هن بما أنه العقد شريعة المتعاقدين خاصة بعد التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار، بحطوا شروط معينة بتخص كل عقد لحاله. يعني ما فيني أقول أنا شو هي الشروط اللي بيتفقوا عليها، ولكن العام هو توفر هدول ثلاث عناصر والشروط الخاصة هن حرين بوضعها بما لا يخالف القانون طبعا. أكيد. طب أستاذة رنا، كمان بنسمع بالفترة الأخيرة كتير عن معضلة العقد القديم والعقد الجديد. هاد كان متعاقد معه قديما، هذا هلأ عقد جديد، بس هيك تفصيل شو الفرق بيناتهم؟ إيه سلمى، نحن لازم نحكي عن العقد القديم والعقد الجديد، ولازم نحكي عن الأنواع تبع عقود الإيجار، لأنه أنت هلأ كنت عم تتشعبي شوي، عم تقولي استثمار وتذكري كلمة تجاري ترجعي تقولي سكن. صحيح. فنحن خلينا نقول نحن في عنا ثلاث شغلات أساسية. في عنا العقارات اللي معدة للسكن لبيوت، في عنا يعني أول ثلاث شغلات اللي أنا بدي أحكي فيهم اليوم. ما بدي فصل أكثر مشان توصل الفكرة صح عن أشياء محددة أحسن ما أتشعب بكتير قصص. فعنا عقارات معدة للسكن اللي هي البيوت، في عنا شيء تجاري محلات تجارية، في هذا المصطلح اللي استعملتيه اللي هو الاستثمار. اللي هو طيب إنه أي حدا مستأجر للتجارة هو مستثمر، يعني أي عقد إيجار تجاري هو عقد استثمار؟ لا، الحقيقة هو ما نوع عقد استثمار. في فرق بين حتى لو كان المحل تجاري، بس في فرق بين عقد الاستثمار والعقد العقد الإيجار العادي. هلا بنحكي فيهم بالتفصيل، هدول كبنود أساسية. فبالنسبة للقوانين هي تعدلت، كلهم ثلاثتهم السكن والاستثمار والتجاري كان بيحكمهم قوانين، وهلا صار بيحكمهم قانون جديد. بس هيك على السريع رح أحكي، قانون العقارات المعدة للسكن كلياتنا كنا بنعرف من زمان نتيجة ظروف معينة كانت بالبلد قديما، يعني كان في شيء اسمه تمديد حكمي، وكان في شيء إنه المستأجر فات قعد بالبيت فالمستأجر ما عاد يطلع. كان في ظروف معينة بتفرض إنه يكون في هيك نوع من العقود بالبلد. حالياً بدون ما فصل كيف تطورت قوانين الإيجار، ما إجت نطة واحدة يعني لحتى وصلنا لليوم، لا، هي كان في تدريجات. اللي وصلنا له اليوم إنه العقد صار شريعة المتعاقدين، ما بقى في خوف إنه المستأجر يعصى بالعقار لأنه صار في مدة محددة. صار عقد الإيجار هو سنة تنفيذي. شو يعني سنة تنفيذي؟ يعني أنا هلا لسه عم بحكي عن السكن. أنا سنة تنفيذي، أنا اليوم عندي عقد عملته لمدة سنة بإجرة معينة، خلصت السنة المستأجر ما رضي يطلع من العقد. في شيء بخوف؟ لا، ما في شيء بخوف، لأنه أنت بتروح على البلدية بتحط عقد الإيجار بدائرة التنفيذ، خلال أيام بيطلع المستأجر. ولكن نعم بيطلعوه هن أكيد بحكم القانون بيجي بيطلعوه طبعا، مأمور التنفيذ مسؤول عن هذا الموضوع. هلأ شغلة تانية بس بدي أقولها، بما أني عم بحكي عن السكن فأنا فرصة أني أقول أنه اللي بده يعمل عقد إيجار سكني في نصائح كتير ضرورية ومهمة. أنه أنت ما تعتمد أنه تعمل عقد أول شيء بدون عقد نظامي، تروح تحط حدا تقول انا بعرفه منيح وكثير واثق فيه وانا بحطه بهذا البيت فانا بمأمن عن كل المشاكل. لا، انت مانك بمأمن، رح تنحل ورح تاخذ حقك بالقانون، ولكن بدك تطول على حالك الاجراءات. اعمل عقد، ومو بس تكتفي بعمل عقد بينك وبين المستأجر، اعمل عقد وثقه بالبلديه وبالمحافظه، لانه اذا وثقت العقد بصير سند تنفيذي، بصير بتطالعه خلال ايام. طب انا عملت عقد بس بيجيني استاذ انا عملت عقد بس ما وثقته بالبلديه، هيك عقد بيني وبينه وما عاد رضي يطلع، ما عاد الى حل. لا، الى حل.
حل، بس انت عم تصعب على حالك الاجراءات. انت بكل بساطه هذا العقد بتروح بتعمل دعوه، تخيلي صرنا بدعوه بمحكمه بدل ما يكون سنه تنفيذي خلال ايام يطالعوه للمستاجر، صرنا بدعوه اسمها تثبيت علاقه ايجاريه، بتبرز هذا العقد للمحكمه بتقول انه هذا العقد بيني وبين المستاجر، لبين ما يطلع حكم ياخذ درجه قطعيه انه فعلا انت امام علاقه ايجاريه، بعدين بيطالعوه. بس انت طولت على حالك الفتره. لسه في شغله اصعب، انه انا يا ريت عملت عقد وما وثقته، انا ما عملت عقد ابدا، حطيته هيك على ثقه. فانت بصير امام دعوه اكثر طوله للزمن واكثر تكاليف واكثر مصاريف، اللي هي دعوه انه والله في عندي حدا قاعد بالبيت بس هو ما بيمتلك شيء ولا له حق يمتلك، فانا بدي يصير امام دعوه استرداد حيازه او دعوه منع معارضه. قديش عم تطول على حالك اجراءات، عم تفوت بدعاوي بالوقت اللي القانون الجديد حماك وقال لك انه اذا انت عامل عقد ايجار نظامي وموثقه بالبلديه وبالمحافظه، فانت تخيل انك امام سند تنفيذي خلال ايام تبرز هذا العقد للبلديه، ما بدها محاكم، بيطلع المستأجر فورا، وبين انه انت صاحب حق قصرت بحق نفسك، لا وثقت عقدك بالبلديه او رحت عملت حطيت حدا ببيتك من غير عقد اصلا. فانت القانون بيحميك لما انت بتعرف تتصرف وفق القانون. هي بالنسبه للسكن. طب خلينا نحكي، كنت عم تقولي بدك تحكي عن جزئيه عقد الايجار وعقد الايجار الاستثمار. نعم. شو الفرق بيناتهم؟ تمام. ونحن عم نشوف مثلا يعني تفاصيل نوعا ما عم نحاول الناس تعرفها لانه اساسا بتجهلها. بنشوف مثلا بيقول لك هذا عقد ايجار تجاري مستثمر لانه محل يختلف عن العقد العادي. عم تخلطي نور، عم تخلطي بين كلمه تجاري وبين كلمه استثماري. في نفس الشيء يعني، فيني اقول المحل فيه بيختلف اذا كان عقده استثماري ولا لا؟ بيختلف طبعا. رح بس احكي هيك بالقانون شو الفرق بين الاستثمار والاستئجار. انا بدي اروح استاجر لو محل، بس انا هدفي من اجره هذا المحل المكان، هذا المحل بغض النظر انه هو صيدلية ولا مكتبة ولا مثلا كان لنفترض مطعم ولا اي شيء، انا بدي استاجر هالمكان لحتى اعمل فيه شيء انا بخصني. فنحن هون امام قانون استئجار، يعني عقد تجاري، هذا اللي عم تقوليه تجاري. ليش؟ يعني انا همني من هالعقد كله هدفي المحل، ان شاء الله بعمله بيكون صيدلية بساوي سوبر ماركت ان شاء الله. ما هدفي انا شو كان، ولا هدفي اسمه التجاري، ولا هدفي شو الشيء المعنوي اللي كان بيمتلكه المحل، ولا هدفي العلامة. هلا نحن بنعرف في بدون ما اذكر اسماء، بس في شيء بالدنيا معروف انه فلان مثلا متخصص فيها. لنفترض رح اعطي مثال مو حقيقي يعني لحتى ما اكون عم بذكر شيء، انه مكتبه لنفترض المحبه. هاي المكتبه صار لها سنين بالبلد موجوده لنفترض والى اسمها، فبيجي واحد لما بده يشتريها بده يشتري اسمها للمكتبه، بده يشتري الكتب اللي فيها، الاغراض اللي فيها، فهو عم يشتريها ويشتري اسمها ويشتري علامتها التجاريه الى شعار معين. هون نحن بنكون استثمار. هذا مش هذا اللي بقصده. لما انا مثلا بدي استاجر محل بيقولوا لك سوق الذهب، يعني استاجرت محل بسوق الذهب لانه هذا بسوق، يعني هذا احدى العناصر، هذا يعني هو منه لحال بمكان. لما اقول انا مكان تمام مستقل او او فينا نقول محل اجار، لا، لانه معروف في سوق الذهب بسوق الحريق او هي الاسواق اللي هي اساسا للدوله عملت لها اجارات فينا نقول معينه وخاصه فيها. تمام. بتتفاجئ مثلا بتلاقي صاحب المحل ماجره، يعني اخذه من الدوله ماجره استثمار، بيكون في لعبه هي التفاصيل. لهيك سالتك عن هي الجزئيه. هلا هي جزئيه، هي انا كنت عم بذكر عناصر المتجر. موقعه التجاري اذا كان مهم، ومثل ما تفضلتي وقلتي انه ضمن مكان معين بيعطيه قيمه معينه، فنحن امام استثمار. هلا نحن هون حديثنا هذا الاستثمار شيء ثاني نور. هو بيحكمه قانون التجاره، والمحكمه المختصه في محاكم مدنيه ما بيشبه، يعني ما له علاقه بالشيء اللي بدنا نحكيه اليوم اللي هو عقد الايجار لمحل تجاري اللي كان هو عندنا بسموه مالك رقبه ومالك الفروغ، اللي بالمصطلح العام بيقولوا فروغ اللي هو مالك المتجر. هون لا، هذا كان مستاجر محل بغض النظر عن هدول القصص اللي حكيناها، العلامه التجاريه والمكان الموقع، هو مستاجر محل. نحن اللي بدنا نحكي فيه اليوم بقانون الايجارات اللي تعدل، انه كان سابقا كثير صعب تنتهي علاقه ايجاريه صحيح بين مالك ومستاجر للمحلات. اليوم اجى القانون وعدل وقال انه لما بيجي المستاجر اللي هن بسموه العام عشان يفهموا عليه الناس انه مالك الفروغ، بس هو مستاجر لانه في عندنا نحن مالك رقبه اللي بيملك المكان. لما بيجي المستاجر بده يبيع الفروغ، بده يبيع هذا المتجر، فهو اليوم يجب عليه أن يبلغ المالك بأنه هو بده يبيعه لفلان من الأشخاص بثمن بثمن معين وبيقول له قديه. فبيجي هون بيصير الأولوية بالشراء لمالك الرقبة. مالك الرقبة يا بيقول أنا بدي أشتري هذا المتجر، بس بشتري أرخص من قيمته ب10% كوني أنا مالك الرقبة، فبينخصم من الثمن 10%. بيروح مالك المتجر بحط المبلغ بصندوق المحكمة، يعني لصالح المستأجر اللي هو مالك الفروغ. يا أما بيقول أنه أنا ما بدي، ما إلي مصلحة أشتري أو ما معي أشتري لهذا المتجر،
فوقتها هون بحق له لصاحب الفروغ اللي هو المستأجر بالقانون انه يبيع لشخص ثالث، ولكن بده يعطي 10% من قيمة الثمن المعروض عليه لمالك الرقبة حكما، سواء قبل او ما قبل هو بده يعطيه اياهم، كمان بده يحط له اياهم خلال فترة زمنية، والا هلا خلال فترة زمنية كمان المالك اذا ما ابدى رأي او ما عمل شيء فبحق له لصاحب الفروغ او المستأجر انه يبيع لشخص ثالث، بصير هو مالك الفروغ وبيبقى مالك الرقبة مالك رقبة. طيب هي بنحكي فيها مثلا هي الحالات اللي شفناها، مثلا واحد اخذ محل من زمان كتير وحوله لماركة معينة وصارت هالماركة معروفة، فلهيك هو اخذ هي هذا الاسم وعطى هذا المكان هذا الاسم لانه الناس حافظة، مثلا تقول لك هذا المحل الفلاني معروف بكذا وكذا، فانا لما بدي بيعه انا عملت شهرة واسم حسب كيف بده يبيعه. برجع بقول لك سلمى، اذا بده يبيع مكان ليتغير الوصف ليرجع واحد يبدا من جديد، هون نحن عم نحكي على قانون ايجار بحت، ما لنا علاقه بالاستثمار. اذا بده يبيعه هلا هي شيء تقديري، يمكن نفس المكان. تمام، هي شيء تقديري، بتشوف المحكمه وقت بيصير في خصام بهذا الموضوع انه انت وقت اشتريت هذا المكان اشتريته لانك مستفدت من اسمه، استفدت من زبائنه، استفدت من علامته التجاريه، من موقعه، كان الصلب يعني الاساسي بالعقد الهدف منه هو هدول الشغلات، انت ما بتخضع لقانون ايجار، هذا بتخضع لقانون اسمه صراحه هو قانون بده حلقه لحاله لانه بحكمه قانون التجاره اللي هو ما له علاقه بقانون الايجارات، فهي المحكمه بتقدر يا بتخضعه لقانون التجاره والبنود اللي فيه، يا اما لا هو كان عن جد بس بده المكان ليعمل فيه شيء ثاني، ليستثمره يعني ليفتحوا محل تجاري بس ما له علاقه باللي كان سابقا. فنحن امام قانون الايجار هذا اللي عم بحكي عنه بال2015 اللي طلع وبيحكمه البنود اللي انا قلتها، من حيث كيف بتصير القصص، كيف بيصير اذا في بيع وشراء، وكيف بتنتهي العلاقه الايجاريه اللي نحكي فيها هلا. دائما معك بنبحر بعالم القانون، بس دائما الوقت بيخلص بسرعه معك، بس في يعني شيء كثير لازم نقول. في شيء كثير، ودائما هيك عندنا محطه ثابته اسبوعيه معك ست رنا ديب الاستاذه، بدنا نتشكرك، ومثل ما قلنا يعني هي محطات قادمه رح نتوقف عندها بحلقات قادمه. شكرا كثير. شكرا نور، شكرا لكم. شكرا لك استاذه رنا ديب ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا سلمى. شكرا.